تبارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. في عنا موضوع أساسي اليوم وهو الكتاب المقدس والطوائف المسيحية، ولكن قبلها وقعت بين إيدي هاي المجلة اسمها برج المراقبة، مكتوب تعلن ملكوت يهوى من تاريخ 1 كانون الأول 2011، يعني قبل سنة. انتوا شايفين هذا العدد ده؟ طبعا ايش بتلاحظوا؟ انه هون في برج، شايفينه ولا لا؟ برج. طبعا هي العنوان هلا برج المراقبة، ولكن شو عنوانها الاساسي كان؟ برج صهيون. برج صهيون للمراقبة، زاينز واتش تاور، برج صهيون للمراقبة، معناه اقرأ المكتوب من وين؟ من عنوانه. بتلاقوا هاي الجهة فاضية، صح؟ هاي الجهة شو كان فيها؟ الحديث سنة 1931 كان فيها صليب المسيح وتاج المسيح الملك، صليب وتاج. حذفوا صليب المسيح وتاج المسيح وشو خلوا؟ برج صهيون للمراقبة. قبل كان شو عنوانها؟ برج صهيون للمراقبة تعلن قرب مجيء المسيح. قرب مجيء مين؟ المسيح ما جاش، فشو غيروا عنوانها؟ ايه صار العنوان؟ شو صار العنوان؟ تعلن ملكوت يهوى. تعلن ملكوت يهوى. وين رجعنا؟ على العهد القديم. والعهد القديم. والعهد القديم. هلا قبل ما افتح هاي المجله اللي بشوفها لاول مره، وهاي كمان بشوفها لاول مره، ما فيش مجله الا تلاقوا فيها صوره، وفي الصوره في احدى كتبهم او مجلاتهم، يعني واحد بيقرا كتب أو مجلات من كتبهم أو مجلاتهم. هاي الصورة شو هدفها؟ شو هدفها؟ الدعاية، لأنه رزقتهم إذا بدنا نسميها يعني مدخولهم، غلط كلمة رزقتهم، مدخولهم من وين؟ من الدعاية. من الدعاية، من الكتب والمجلات. كمؤسسة، كمؤسسة شهود يهوى فيش فيها غير إيش؟ طباعة كتب وبيع كتب ومجلات. هلا برضو بحب ازيد اشي، بقول لك ب 430 لغة. شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه لغات العالم المتقدم خف عدد اشتراك البشر فيها، لانه الناس بيفهموا وادركوا الخدع. اما اللغات الزيادة هاي وين؟ والمتخلف. انو عالم؟ العالم، مع الاحترام، العالم المتخلف. نأتي إلى الموضوع اللي مبارح طرح على إحدى القنوات التلفزيونية. طالما الكتاب المقدس واحد، ليش في عدة طوائف مسيحية؟ الجواب: الكتاب المقدس واحد، لحسن الحظ عندنا ترجمات موحدة لهذا الكتاب المقدس الواحد، اسمها الترجمات المسكونية، بالعربي، بالفرنسي، بالإنجليزي، بالإيطالي، بالإسباني إلى آخره. والفروقات بيننا كثير مرات ليست على تفسير الكتاب المقدس. يعني لو جينا لا تاريخ الكنيسة ككل، لحديث سنة 1520، 1520 في الشرق وفي الغرب كان في كنيستين. أنو هما كنيستين؟ الكاثوليكية والأرثوذكسية. إذا سألنا أنفسنا ما هو الفرق الجوهري بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية،
منلاقي انه تقريبا ما فيش ولا اي فرق جوهري، فرق عقائدي. الفرق منلاقيه وين؟ في الإدارة، في التفسير الإداري. يعني من هو؟ الكل متفقين انه القديس بطرس هو امير الرسل، اول الرسل. معنى على شو احنا مختلفين؟ مختلفين على المكان. يعني من هو خليفة القديس بطرس؟ المبدأ واحد، المبدأ هو بطرسي. يا بطرس، زي ما موجود في إنجيل لوقا، متى عدت؟ عندما تعود فثبت إخوتك. يا بطرس، آخر إنجيل يوحنا، ارعى خرافي، ارعى غنمي، ارعى خرافي. الكنيسة الكاثوليكية بتقول خليفة القديس بطرس موجود في روما. كنيسة السوريان الأرثوذكس تقول لك خليفة القديس بطرس موجود في إنطاكيا، لأنه القديس بطرس راح على إنطاكيا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتقول لك خليفة القديس بطرس، أو يعني الحبر الأعظم، هو بطريرك الإسكندرية، لأنه في الإسكندرية كان مين؟ القديس مرقس، تلميذ القديس بطرس. يعني وين دائما بنرجع؟ لمين؟ أنه قديس دائما بنرجع؟ بطرس. دائما بنرجع للقديس بطرس. والأصل أبونا بطرس ظل هنا، باكر من هنا طلع. منيح ما ظل هون، ولا كان تبهدل. شايف؟ بين الأتراك واليهود وال والعرب. الله يخليهم، أهلا وسهلا. نعم. فعشان هيك، بس برضه لازم بطرس يرجع للقدس. يعني إنه احنا بالنسبة لنا روما مش محل القدس ابدا. يعني ما عملوا لنا ترانسفير زي ما كان بده أريال شارون يعمل ترانسفير للفلسطينيين على الأردن. ما عملوا لنا يرجع المسيح، برجع معنا، ما برجعش في إيطاليا أو في ما. هذا اللي بنحكيه. إذا القدس هي أم جميع الكنائس. روما هي عاصمة إدارية، روما عاصمة إدارية، القدس هي عاصمة وجدانية. يعني هي الأم، هي الأساس. إذن الموضوع زي ما قلنا، بين المسيحيين في عنا هذا الاختلاف. طبعا اللي بعدين جاب اختلاف آخر هم إخواننا البروتستانت المعروفين منذ سنة 1529 في ألمانيا باسم البروتستانت. بروتستانت اللي منهم تفرعوا المعمدانيين وإلى آخره. يعني هدول مسيحيين، نعم، ولكن كل هالمسيحيين المعترف فيهم هم موافقين على أساسيات وجوهريات المسيحية. في عنا مثلا فئة شهود يهوه، هدول لا، بطلوا مسيحيين. هم نفسهم بقول لك احنا شهود يهوه، بقولش احنا شهود المسيح. ينكر قيامة المسيح، بيقول انه كل الكنائس من الشيطان. بكفي انه بالمختصر طبعا انه يرفض نقل الدم، مع انه المسيح اعطى الحياة. هل بيعتبروا حالهم مسيحية شهود يهوه؟ هم بيعتبروا حالهم مسيحيين. اذا هم مسيحيين مزيفين، يعني انه يعني طبعا اسسهم واحد اسكتلندي امريكي، تشارلز راسل، مات 1916. في عندنا مثلا كمان فئات الناس بفكروا انها مسيحيه وهي مش مسيحيه. مثلا المورمون، نرحب الاخ العزيز المورمون. المورمون هذول اول شيء ما بيعترفوش في الكتاب المقدس، أو حتى لو اعترفوا فيه عندهم كتاب مورمون أو كتاب اللؤلؤة كثيرة الثمن. يعني عندهم رجل بيقولوا عنه إنه نبي، اللي هو جوزيف سميث. الولايات المتحدة أبونا في واحد ماشي حاله بالمورمون. من نعم نعم. يعني يكسب. نعم. إذن لما ناس يقولوا لك، لما ناس ينكروا كل
جوهر المسيحية هدول مش مسيحيين زي شهود يهوى. لما الناس يجي يقول لك لا في عنا احنا نبي خاص غير عن المسيح اسمه جوزيف سميث ولا مون، فهدول مش مسيحيين. ليش بقول هيك؟ طبعا بدي بس احكي عن المسيحيين في اطار دفاعنا عن المسيحية، ما بدناش نحكي عن غيرنا. هلا النقطة الأخيرة اللي أثيرت امبارح، بعدين نفتح المجال لأسئلتكم واقتراحاتكم. في كان الحديث عن ما يسمى بالنبي شعيب. نبي شعيب، هلا في ناس بيقولوا إنه النبي شعيب هذا هو يثرو يعني حماه لموسى. تعرفوا موسى تزوج صفورة اللي هي بنت كاهن من مدين إحدى قبائل الصحراء. فهلا إذا هو يثرو معناه، بعض الناس بيقولوا شعيب هو يثرو، بتعرفوا إنه الدروز بكرموا النبي شعيب. يثرو حمى موسى، ولكن في ناس بيقول لك لا يثرو مش حمى موسى، عفوا شعيب مش حمى موسى، والتوراة حذفته، خصوصي حذفته. طب ليش حذفته التوراة مع انه كان نبي حسب ما بيقولوا هذول الجماعة اللي طبعا لا يمثلون الاسلام بس عندهم افكار لوحدهم؟ بيقول لك لانه هو غير يهودي، يعني التوراة حذفت اسمه لانه ايش؟ لانه غير يهودي، كانها تابعت سياسة ليبرمان يعني ولا نتنياهو. خلينا نتذكر مع بعض باختصار بعض شخصيات اعترفت لهم التوراة بانهم كانوا يكرموا ربنا وكانوا قديسين مع انه ما كانوش يهود. اذا بتتذكروا في حياة ابراهيم في الكاهن ملكي صادق. الكاهن مين؟ الكاهن ملكي صادق هو ملك شاليم، اذا هو كنعاني او يبوسي، وهو كاهن العلي. والمسيح نفسه كانسان هو كاهن على رتبة هارون ولا على رتبة ملكي صادق؟ على رتبة ملكي صادق. يا ريت لو تنتبهوا معي لطفا لما بقول في مزمور 110 اللي هو 109 باليوناني، أقسم الرب ولن يندم أن أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. الرسالة للعبرانيين بتقولنا ملكي صادق هذا هو صورة للمسيح، لأنه ملك ولأنه كاهن ولأنه هو لما التقى مع إبراهيم قدم لإبراهيم الخبز والخمر. إذن صورة لمين؟ للسيد المسيح. طبعا هذا برهان كثير حلو عنا إنه إيش؟ إنه السيد المسيح لم يكن من سبط لاوي بل كان من سبط يهوذا، إنه العذراء نفسها كانت من سبط يهوذا وليس من سبط لاوي. ليش؟ لأنه لو المسيح كان من سبط لاوي كان بيكون كاهن على رتبة مين؟ على رتبة هارون. ولكن شو بقول له؟ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق مش رتبة هارون. إذن أولا زي ما قلنا الملك الكاهن ملكي صادق. في كتب الحكمة نعرف شخصية كبيرة دائما منجيب سيرتها، خصوصا لما الناس بدهم يطلعوا روحنا شو نقول؟ يا صبر أيوب. الكتاب المقدس بقول لك إنه أيوب كان عربي مش يهودي. إذن ملكي صادق يبوسي كنعاني، أيوب إيش؟ عربي. يونان النبي لمين ربنا بعته؟ لأهل مدينة نينوى. وهو كيهودي عصلجت معاه، هو بدوش يروح.
ولا لا؟ هو ما بدوش يروح، هرب من وجه الرب، بدوش يروح على نينوى. ما حدش سمع منه باكي. كيف؟ ما حدش سمع منه. إذا ربنا يرسل أو أرسل يونان النبي باليوناني يونس، بالعربي يونس. لمين؟ للوثنيين من أهل نينوى. في أشعيا الفصل الثاني، في أشعيا الفصل الثاني بيقول لك إنه كل الأمم ستصعد إلى جبل الرب، مش بس شعب واحد. إذن شكرا لإصغائكم، والآن نفتح المجال للأسئلة. شكرا.